السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت ندير لكم بسبوسه. هذا الشيء هو المكونات اللي غنحتاجو. اول حاجه غنبداو عندنا ثلاثه البيضات، عندنا زيت ديال الليمون، عندنا شويه ديال الملحه، جوج معالق ديال الطحين، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، ها هو كاس ديال الليمون، جوج كيسان ديال سميده رقيقه، فانيا وحده، وجوج خمارات. اول حاجه غناخذو ثلاثه ديال البيضات، غنزيدو عليهم فانيا، فاني ديال 7.5 غرام حيت كاين اللي عنده داك الفاني الكبير. غنزيدو عليهم كاس ديال الليمون، كاس ديال الزيت، ونزيدو زيت ديال الليمون ديالنا. نخلطو هادشي ونرجع نام شويه. دابا غنزيدو الكاس ديال السكر ديالنا ونعاودو نردوها تخلط، وعاد نكملو داك نواشف اللي بقاو لينا. خلطت المكونات الاولى كامله، دابا غنزيدو جوج كيسان ديال السميده رقيقه، غنزيدو طحين مع جوج خمارات غربلتهم بجوجهم، بالنسبه للخماره غتحتاجوا اللي فيها 8 غرام، جوج منها صافي. غنرجعهم يتخلطوا ونوريكم النتيجه. صافي خلطت الخليط ديالنا، ها هو. خديت جوج ديال الليمون، انا عندي هكا باش ندير جوج، دهنتو بالزبده وشويه ديال السميده، وصافي غنكبهم. غندير انا نص ديال الكميه هنا ونص ديال الكميه هنا. صافي كما كتشوفوا وزعتهم على جوج ديال المولات بحال هكا، نوزعوهم على المول كامل. وصافي كيجيو بحال هكا، وغنديرهم في الفران يطيبوا، ومن يطيبوا نوريه لكم. على بيد ما حنايا ما نحطوهم يطيبوا غنوجدوا السيرو ديالنا باش نسقيوهم. بالنسبه للمكونات ديال السيرو غنحتاجوا زلافه ديال الليمون اللي هما جوج كيسان ديال الليمون، معلقه ديال الماء ديال الزهر، ثلاثه معالق ديال السنيده. غنردوهم فوق البوطه نخليهم تيغلاو باش نكونوا وجدناهم ويبرد لينا السيرو، ومن يخرجوا البسبوسه ديالنا نسقيوها بها. المهم بقاو معنا وغتشوفوا كيفاش غنسقيوها وهي تكون سخونه. صافي انا خرجت البسبوسه ديالنا كما هكا كتشوفوا باقا سخونه، خليتها على عافيه مهيله بزاف 30 دقيقه، وهبطتها شويه واحد 3 دقائق هبطتها لتحت باش يتحمر لنا الوجه. صافي هذا هو السيرو ديالنا، خرج بحال هكا. غنزيد له معلقه ديال الماء ديال الزهر،
غنديرو هكا البسبوسه باش تشرب لينا السيرو ديالنا باش يدخل داخل. صافي ونبقاو نسقيو ونكبو فوقها بحال هكا. وما تخافوش هي راه كتشرب ني السيرو مزيان. ونديروا الاخرى حتى هي نكبو حتى لهادي. صافي وهكا كتخرج لينا البسبوسه ديالنا. ونقطعها لكم ونديروها في طبصيل وشوفوها معايا. كتجي هشيشه بزاف. هاي بحال هكا صافي بحال هكا كتجينا. وبصحتكم وراحتكم وجربوها ما غتندموش. كتجي بنينه بزاف. وما تنساوش تابوناو للماشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. وما تنساوش جيم الى عجبكم الفيديو وبارطاجيوه مع صحابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.